في تونس بعض الشركات المختصة في توريد سيارات تستورد سيارة مثلا الكلفة متاعها 20 مليون يحط لك عليها سوم 60 مليون وبتبيع المواطن يشريها بقرض ب 90 مليون، شنو رأيك؟ والله أولا الساعة ثم فرق بين مواطن يجيب من برا سيارة وثم شركة، الشركة هذه المرخصين لها اللي يجيبوا السيارات المستعملة في البرة بسوم ويبيعها بسوم، علاش؟ لأنه هو تحت الضغط نتاع السيارات في تونس والغلاء نتاع السيارات الجدد، السيد يلقى فرصة باش يجيب من برا ويصلح ويروشكو منه ويبيعها، يبيعها يربح خير من اللي يبيع جديد، هو ما يساعدوش جديد، ألور لا الشركات اللي يجيبوا في جديد لأن السيارات غالية، سيارة نتاع 50 مليون في فرنسا ولا في إيطاليا ولا في بقعة 50 مليون غادي تبيع ب 150 مليون. والله رأيي أنا الدولة ذي لازم تعمل معناها تضبط الناس هذوما معناها اللي كذا هو يهبط ب 20 مليون ثم كيما حاجة هي حاجة لازم يسعروا له يعطيه ربح ولازم يقوموا يقولوا عندك 5 ملايين عندك 6 ملايين عندك مش مسيب كيما يحب يبيع يبيع معناها فهمت، والعباد ساعات تتلزم ما تعرفش يقول لك هذا مادام بحالي بس 60 مليون يوريك اوراق وري ديوانه ورا ما عرف شنو ويدزوها بالحاكم معناها يقول لك الحاكم هو اللي يحسب لنا كيك ورا هما لا وحدهم يبيعوا كيما كان جيت عندهم مراقبه وناس معناها لا يبان في الامور هذه راهو راهي الناس الكل بخير راهي الناس الكل بكرهبه والناس الكل تقدر باش تجري كهرباء. توا انت تجيب كهرباء من المانيا دفع بها اوكازيون تاخذها 100 يورو مثلا يجيبها لتونس الديواني ستيلو في يده يقول لك هذه تدفعلي عليها 40 مليون وقلي هما احنا في تونس ما حطيناش حتى فيس بولونا فيها الكهرباء ما عملناهاش ناخذوا قد الالمان اربع مرات نتاع شني تو في الجزائر باغ اكزومبل في الجزائر 7000 معناها 7000 دينار نتاعهم هما تاخذ كهرباء شعبيه قالوا جيبوا كهرباء شعبيه كواليس ولا شني تو باش قريب 70 مليون منين هذه الشهره شعبيه معناها توا يلزم الحكومة هذه خطوا الكرهب من قريت من أوروبا 2035 هم بداوا ما أكل المازوت والليسونس كلها تحت باش نحاو باش يجيونا لي نحن لازم يرخصوا مش واحد شد مونوبول نتاع كرهب يجيب فيها أنا ياخذها ب 4000 يورو 5000 يورو يبيعها لنا لهنا ب 80 مليون تونسية مش معقولة راهي ويني الحكومة اللوبيات هذه ديما نحكيو على اللوبيات معناها انت تو انا جبت كرهبة من فرنسا تعرف شو اسمه الكليو شي بي ولا شو اسمه هذيك يدلوا عليها ب 2 3 في فرنسا جي لهنا تلقاها ب 18 مليون تو معقول هذا معناش معناها 18 مليون تونسية شكون عنده باش يشري كرهبة ب 18 مليون في الشعب معناها احنا مثلا شعب متوسط معاش فقير وغني معاش متوسط بون مش معقوله راهو اسعار راهي خيالي جي كهرباء كيما هذيك 205 يجيبها من فرنسا خط عليه كان يمشي يلوحها في الفراي يخلص عليها فلوس راهو جيب على هنا تتباع قد ايه اقل من 10 سنين تتباع ب 20 و 15 نعطيك حاجه فيات اونو قداش خرجت في تونس اول ما خرجت 8 ملايين ونص 9 تو قداش عندها 30 سنة برا السوق تلقاها ب 18 مليون معقول وقلي في الأركوس في فرنسا كي تخرج كهرباء من الدار دو ما تخرجها من الدار الأركوس تسمى تحط عجلها في الشارع تحيلها شطر السوق احنا عندها 40 سنة تشري 8 ملايين و 50 ملايين 9 تتباع ب 18 16 توا معقول توا هذا علاش حكومة ويني أنا الإنسان اللي يشري كهرباء هذي وقادر باش يرهن روحه هذا مسكين والله انا يسخفني خاطر سامحني انت باش تاخذ كهرباء ماكش باش تخلص ما باش يعقلوها لك يعقلوها يعني فلوسك اللي انت خسرتها باش تمشي في الهواء والكهرباء يهزوها هما فهمت عزيزتي هذا هو شكون قادر يشري كهرباء ما غير قرضه اللي لبس عليه اما الزوالي مسكين كي يقدر باش يعيش وياكل يدخل قفة على ولاده ويخلص كريه وضوء ما يسمى نقزها حتى اللي عنده كهرباء وحاطها في الانترنت يبيع فيها تا يعني عبيد ما عادش خالطه على الكرهب ولا على البسكليتات اليوم المواطن التونسي ولا عنده حلم انه ياخذ كهرباء من فلوسه معناه من غير ما يتلز ياخذ قرض ما غير ما فلوس فما فلوس في تونس سوا وين الفلوس شكون قال لك عندنا فلوس اذا كان توا ما نعرفش انا اذا كان يلزمك تبيع الدار هي تبيع الدار يا تقعد من غير كهرباء واللي كبرت عليه العائله واللي خمن يقول لك نبيع الكريه الدار
وناخذ كريبة على الأقل واني كاري دار الشهر نخلصها من الشهرية وكهرباء خاطر العائلة كبرت وكذا وكذا. فشكون نجم احنا توما نعود بالصباع ناخذ كهرباء فلان خذا كهرباء صحيح ولا؟ قبل الكهرباء تلقاك ثلاثة ديار قدام ثلاثة كهرباء قدام دارك ولا من يقول لك عندك كهرباء عادي معناها تو شو نقول لك أنا اللي عنده موتور يقولوا له مبروك خلصنا المبروك مش كهرباء موتور. فما مقارنة حتى بين السيارات مثلا في الخارج وبين تونس يقول لك نجيبها من فرنسا تتكلف لي أقل برشا من اللي نشريها من هنا من تونس معناها بالطبيعة ما قرا حسب الديوانة يلزم يخلص ديوانة نسيت هذه الديوانة الديوانة قد حقها تطلع خالص خاسر في الأفار تخليها غادي تشريها من تونس خير انا نظهر لي ممكن من تونس تلقى واحدة اوكازيون في سوق الكراب ارخص من اللي انت باش تجيبها غادي صحيح تلقى ب 500 يورو في عز بلاد في المانيا في ايطاليا في سويسرا تاخوها رخيصه 100 ديوينه هنا تقص لك وسطك تولي تقول نرجعها خير من اللي ندخلها خاطر ما تخدمش تخلصها خاطر ديوينه ياسر شيخ في تونس غاليه برشا الكراب تعدى على 5 و6 من الناس راهي في البيوع كيما علوش العيد علوش العيد يوصلك انت بمليون ونص شراوا خمسة من الناس بداوا من تو يبداوا يشروا به يشري هذا يركضوا شر وبيعوا الاخر وبيعوا الاخر حتى يوصل لك انت بالعيد 5 بيعات و6 بيعات معناها فهمت كهرباء كيكا زاد اليوم مواطن ما بين الحلم انه ياخذ كهرباء ما بين سلكها انه ياخذها من غير قرض زاد شكون نجم ياخذها من غير قرض بنيت عمي عليه شكون اللي غلطك شكون انت واحد شهر منين معناها قداش ياخذ 3 ملايين ويبدو تو 8 تفضل 3 ملايين مستحيل هو ساعة مازال يخرج في قرض العرس باز هكا ولا اخي عرس كيما اليوم 10 سنين باش يكمل يخلص العرس مو هكا ولا اه جوزو صغار ساعة ترهنوا وزاد جا كم بيا الاخر فهمتني من بنتي شنو زاد فيهم العرس مكثر الناس تاخذ قروض ولا شكون مش ماخذ قرض على سعر قليل هي سيارات شعبيه كانت ب 18 مليون ولات ب 40 مليون ولات ب 40 مليون علاش؟ لانه المواطن اولا يقول لك انا رفاهه انا مرتي تسوق وحدها وتجيب الاولاد وتهز الاولاد انا يقول لك زادي ما يساعدنيش باش نمشي في الكار ولا نمشي في المترو ويلزمني ناخذ سياره اوكي يمشي لشركه كذا مش لازم نسموهم شركه كذا تولي قروض وتولي كذا وتولي واذا كان ما يخلصش المصيبه اكبر واكبر من القروض في الوقت هذا واحد ما قلت لك ما يشريش حتى موتور في الوقت هذا الصعيب وقت كارثي الناس يعني بها ربي الناس كي باش يقدر يعبي يقف ويهز الاولاد ويقريهم ويوصلهم لبلايصهم تسمى نقزها باش يشري كهرباء ويسونس واداءات وفينيات وتو ما يقدرش اللي يشري كهرباء مسكين انا سخافني وزي سيركيلاسيون في روجيت ويركبوا الاعصاب يركبوا كل شيء ولا نصور ياخذ مترو ولا بيوس خير كار هذا من اللي انا نقرا برشا ناس يقول لك الى متى اليوم السوق نتاع الكراهب حكر على بعض الناس على بعض الاشخاص معناه يا ودي هذوك من العريس والباب الكراهب وبيدوا فيقت راهي العباد الكل راهي امان الناس كلها تفيق بعض توا انا واحد من الناس هبط مرتين وثلاثه للسوق مع اصحابي مش باش نشري كهرباء بنيت عمي نحكي اما هبطنا ندوروا وش فيك؟ هكاك معناها ما عندنا نحن التوانسه الحكايه هذي وين باش ياخذ كهرباء؟ كي خرد عمرها قداش 183 قول فك 33 مليون قلت له حتى من التراب ما يتلموش مش المواطن اليوم ما بين الشركات هذوما اللي قاعدين يجيبوا ويغليوا ويضاعفوا السوم مره واثنين وثلاثه وما بين البنوك اللي يعطيك قرض دوبل بالطبيعه انت كيفاش تاخذ قرض بنكة تاخذ دوبل عليك بالطبيعه انت تاخذ 50 تاخذ عليك 25% يعني تولي انت يعني زيد تاخذ كربه زيد تبيعها باش تخلص البنك ما تعقل عليك عندك دات معين ما تطفاش تعطيك يعني من هنا مرهون من غادي مرهون انا كان يسمعوا امورهم هما ما انا حسب نظريتي انا ما ناخذش الكهرباء بعد ما مدي يدي باش نخلص الواقع نعيش كما عطاني ربي ونعمل عند الله وما نلعبش على الموس هامش الربح علاش ما يكونش نسبي مثلا علاش يضاعف مره واثنين وثم واحد يشبع هو فماش واحد ياكل 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 تريف برك لا يحب مضبي يطلع بيس على القمه ما يحبش يربح شويه 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 في الحلال هكا بالقدا ورأفة بإخوانه اللي باش يسوقوا لهنا واللي ما عندوش فلوس باش يشري كهرباء جديدة هو ماذا بيه من نهار الأول يطلع لباس ويربح يحب يمن القصور ويعمل حاجات ويعمل ويعمل ما يشبعش الله غالب هذيك تسمى الرغبة والرغبة في الدين نتاعنا محرمة الرغبة ثم الإسلام خص قيمة الربح قداش على الحاجات تتباع كيفاش تشريها وقداش تبيعها ما تفوتش 10-15% بيعها باش تربح يكون فلوسك حلال اما اذا كان تغتنم الفرصه نتاع هو يلوج على سياره
ويسمع بسياره اللي هي راهي خارقه العاده كي جاي من برا ناخذها هي خير. لازم تكون عامله حادث، لازم يكون الشاسيه نتاعها مضروب، لازم تكون عامله ريفيزيون موتور، هو نجم يصلح حتى لبرا ويجي يبيعها لهنا باغلى الثمن. شنو الحل حسب رايك انت باش اي مواطن يولي في مقدوره انه يتحصل على كرهبه على قد امكانياته؟ الحل في دولتنا، الحل راه في دولتنا. ودولتنا والله باش ندخل انا ما نحبش ندخل فيه، نحب كي نحب واحد ونقول يرحم والديه، ما نحبش نذكر اسمه. لو كان جاوا عندنا مش خد والله ماذا بيا ما نقولهاش، لو كان جا عندنا مسكين عندنا قيس سعيد ما وحده مسكين، صدقت من قلبي يقول بقى مش لا باش يخدمني لا باش اما نحكي لك معناها كان جاوا تفهم العباد وننتخبوه مره اخرى بالرسمي نجم يلقى لنا حلول، وقاعد يلقى في حلول. انت كسيكيات قاعد يلقى لهم في حلول برشا حاجات، والله العظيم قاعد يعمل برشا حاجات صراحه. راني لنهار يمكن ما ننتخبوش، يمكن ما نقولش انا حاطهم في مخي، يمكن ما تكتبش باش اما لكن وحده راه ما يسبقش. تمشي لسوق الكراب وتنجم تدخل لسوق الكراب، كاش لا جايه من برا قعدت 10 ولا 15 سنه وجاي باش تاخذها من هنا مثلا لابسيه ربعتها ولا اما باش تقول لي راهو ما فماش. لازم مراجعه في الحكايه هذه، راهو الدوله لازم تراجع الحكايه هذه، خاطر الكهرباء ولات نيسيسير توا المواطن التونسي، ثم ناس عندها اولادها والموان ترونسبور في تونس ابار شيميلو نتاعنا بونليو سود نتاعنا ما فما حتى حاجه باهيه، معناها ولات نيسيسير. كيما انت ما نعرفش تشري غاز ولا فريجيدير ولا ماشينه لعبي في الدار، الكهرباء ولات ضروريه. فهمتني؟ اي انت كي تجي تقول لي واليس هذه اللي خرجت قصيره شعبي، صار شعبي ايش معناها؟ 10 15 وصلت 60 مليون ولا 70 مليون.